السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة من ماريو كارت 8 على الويو. تعالوا استأنسنا ببعضنا نعرفوا نتفرجوا في حلقة سابقة تعرفوا البرنسيب مشيو عليه باش نكملوا مع ماريو السباقات. سكون سيسي للمبتدئين ماريو حاولوا نبدلوا نشوف هذي نختاروا لعبنا ثلاثة كرسي وطرانين نمشيو بالترتيب فنلعبو ثلاثة هذوم خاطر هذوم هم اللي كانوا موجودين من بعد حل الاخرين نبدا كوب كاراباس اوكي نبدا كيما قلت لكم زرنا موقع تويدا شير بوان انجا تتعرفوا لي برانسيب وتتفرجوا في الفيديوهات تلقطو هذا نعرفوه في الوي كرسي لعبناه في الوي لو انت لقد زيدا انا كنت تعجبني من هنا في البيت نسيت اوكي مش خير بعدنا برشا نشوف الخريطه من هنا أخروا إحنا بعد عفوا الطريق سامحوني تلعب وانت في الدار ومعاك اهلك تسمح حس تخاف تدمجع تولي تنقص عن الكوفي تلعب وحدك فيه يا ربي غفتني كان حاجة دولة خضرة والله مش ما يضربونيش حبوا يضربوني كان بعيد عليهم بيت يبدا السلاح اللي عندك لازمك تحط وراك مش ما يضربوكش مش كيجيك فاكرونا حمراء نجم ترجعها الحمد لله عفوا
نشوفوا شوية نضغط على غرامنا وانطلاقة جيدة. شوف كيف الضربة هنا، شوف الضربة، فرحانة، شوفوا هذي، طاحت في الخطأ. ورصيو سيركيو ماريو هذه متاع الجيم بوي ادفانسد. شفتوا كيفاش؟ لازم نشوف شكون ورايا. أتيتني. مش عارف ايش كمان زهر هاي مش قاعد اغلبني سباق عالق. الكعبة خاطر مش حد يدي بيعي على الأول جريك كي ننزل على جريك نشوف شكون ورايا يدي على الأطفال تخف كالعادة فما بيبي روزالين طلعت وبيتش هبت كالعادة نشوفوا ال you
pour la lentille à dents. Je course à self. Là, j'ai la cafade. Et t'arrives, on prend le souffle. Allez, wesh. Ah ah, on a l'air là. On va tout le monde, je vous laisse le coup. Ok, on a vu le salat. Café hé, on fait une heure de temps, on va être facile. Voilà, aïe, yes. Merci, c'est fini, on le fait. مش هضرب ناري هضرب ريجيت مفقتش فيها شو كيفاش تضرب Le suivant. Dernière course.
Nintendo 64, autoroute ou autre. هذه لما فر منها بعيدة قريب ربحنا كورس شوفوا انتهت حلقتنا انتهى اليوم كرافاس
ماريو 60 نقطة وكذا نجو معنا بيبي روزالين بيتش باوسر ماريو تاناكي بيبي ريجي لاري لويجي ايجي بيتش شات دوكي كونغ وبيبي ماريو هكذا دونكم انا نخليكم تابعونا على تويتر شير بوان جا والى اللقاء في الحلقة القادمة ان شاء الله باي.